مؤتمر صحفي مع الكابتن راضي شنيشل. تفضل الكابتن. البداية من الزميل حيدر الرماحي. تحياتي للكابتن راضي شنيشل، حياك الله كابتن. بصراحة يعني سؤال يدور في خاطري بعد نجاحك كلاعب ونجاحك كمدرب، هل من الممكن أن نرى راضي شنيشل يتجه إلى العمل الإداري كما يتجه الأغلبية الآن من الجيل الحالي وحتى الجيل السابق؟ متى نرى راضي شنيشل يبحث عن الاتحاد العراقي لكرة القدم أو عن منصب رفيع أو ما إلى آخره من هذه المناصب؟ نعم كاف، تحياتي للأخ العزيز. طبعا ممكن هذا بالمستقبل يعني يصير، ممكن بعد تراكم خبرات طبعا وما تكون عندك قابلية للعمل الفني، ممكن خبرتك والخزين مالتك تتوجه إلى العمل الإداري. بالمناسبة حتى أكون أكثر صراحة، توجهت لي دعوات مو الآن، ممكن قبل 5-4 سنوات حتى على وزارة الشباب على أمور، بس أنا صراحة أجد نفسي في التدريب. الإدارة عندي يعني شيء ثانوي، حتى يكون اكو توازن. هسه هو طرح موضوع انه كثير الان من اللاعبين دي يتجهون على الإدارة. احنا لو نروح كلنا إداريين، لو نروح كلنا شنو؟ مدربين. فأنا أعتقد يجب أن يكون توازن بين مجموعة تروح للإدارة ومجموعة تروح. بس أنت كرغبة بالمستقبل موجودة يعني مو لا لا ما عندي رغبة أنا حالياً. أنا ما أحب الكرسي، الكرسي ما أحبه، يعني الكرسي ما أحبه صراحة. بس مستقبلاً ممكن إذا مثلاً ناس تحتاجك تقدم خدماتك ما عندنا مشكلة. منو أصعب، العمل الإداري ولا الفني؟ الفني. الفني أصعب. أنا بالنسبة لي إذا أشتغل إداري ما أقول لك يعني أنجح 100%، بس أنا أعتقد كثير من الإداريين جايين أما ما عنده معلومات أو ما عنده خلفية أو جاي لمصلحة معينة. جيد. الزميل حسن هادي. حياتي للكابتن راضي شنيشل. الحقيقة سؤالي إليه هو أنه لماذا لا يصار إلى تشكيل رابطة للمدربين أسوة ببعض الدول تضمن حقوق المدربين، لأن دائما وفي بداية كل دوري تبدأ مسألة الإقالة والاستقالة وضياع لحقوق المدربين. أخذ الجانب الآخر، إن هي أكو رابطة للمدربين، هي موجودة إيه؟ مفعلة؟ لا هو طبعا بس اسم، يعني مثل ما قبل شوية يعني الأخ أحمد إبراهيم تكلم على رابطة اللاعبين. إحنا مشكلة الروابط عملناها ليس لتحقيق أهداف تهم المدرب أو تهم اللاعب طبعا، لجانب أخرى. هذا جانب. الجانب الآخر، الرابطة مهما يكون رابطة المدربين هي تكون داعمة. أنا أعتقد العقد بين اللاعب المدرب والإدارات هو الفيصل، والدعم شنو؟ الرابطة. رابطة مثل ما كان الإتيان قوي وبدأت تتصل بالاتحاد وتكون جزء من الاتحاد جزء من اللعبة راح تكون قوية. جيد. الزميل أحمد رحيم. السلام عليكم كابتن راضي، تحياتي لك. وسؤالي انه بعد فسخ العقد مع نفط الوسط، هل هناك يعني عروض مقدمة لك لقيادة احد الفرق الجماهيرية للموسم القادم، ام اكو تحرك للتواجد خارج اسوار الوطن على اعتبارك مدرب لك خبرة وتجربة في الدوريات العربية خصوصا القطرية؟ وايضا قضية اخرى، يعني هل فسخ العقد جاء بناء على حضورك لاجتماع اتحاد الكرة؟ تفضل. طبعا تحياتي للأخوة العزيز. رغبة البقاء بنادي نفط الوسط تكلمت عنها يعني ما بكفاية، وتقريبا هي من فترة زمنية انه هذا الموسم الأخير وتنتهي العملية. بالنسبة للتدريب صراحة انا جتني عروض خارجية، يعني جتني بس مو بمستوى الطموح، سواء يعني كبلد يطورك مثلا أو الجانب المادي، هن شغلتين المدرب يبحث عنهن. أما عوامل النجاح، النجاح بحيث أنه أنت تروح تكون لك بصمة أو تروح إلى جانب مادي بحيث أنه يسوي لك يعني طفرة نوعية بحيث أنه يكون المردود المالي. فلحد الآن ما أخشي. أما بالنسبة وين العروض اللي جت دوري جاني من عمان، من البحرين ومن الأردن، هذه قبل ما أجي النفط الوسط.
بس الآن تعرف الآن الوضع. بس أنت رفضت بالسابق عرض سعودي، رفضت عرض قطري. إذا يجيك عرض سعودي هو آخر فريق بالدوري وما عنده إمكانيات يغير لاعبينه، فأنت ما تروح. إذا رحت فقط تبحث عن إنه تدرب وتبحث تأخذ فلوس، راح أسهمك واسمك ينزل. العالم ما تفهم، العالم يتوقعون إنه المدرب وحده هو سبب النجاح. لا، الإدارة الجيدة اللي تجلب مدرب على مستوى عالي وتوفر الأدوات. أما جابت مدرب وعافته اذهب أنت وربك وقاتل، مستحيل. فالعملية تكاملية حتى يقدر ينجح المدرب. فأنا ما أبحث عن عمل لأجل العمل فقط، وكثير من الناس يقولوا لي هذا رزق، رزق بيد رب العالمين. بس يجب أن تبحث عن عوامل النجاح ومكان النجاح. في شق سؤال الثاني يقول عروض داخلية موجودة من أندية جماهيرية؟ لا، حدنا ماخش ماخش. الزميل أحمد الغراوي، السؤال هو لماذا يظهر راضي الشنشل في بعض القنوات ولا يلبي دعوة بعض القنوات الأخرى؟ تفضل. أي هذا السؤال على طول يقولون تجي الفرات ما تروح الغر. أنا مشكلتي ألتزم صراحة. في بعض الأحيان أبتعد، يعني أنا في رمضان قررت ما أطلع، مجرد فقط من الماضي رحت مع الأخوة العراقية، لأن أنا أعتقد الخروج الكثير في الإعلام أنا وجهة نظري غير جيد، ما يخدم لا مدرب ولا يخدم شخصية ولا يخدم لاعب. هي معلومات نفسها، بس ثق وأعتقد أنا لا أقدر قناة على حساب قناة أخرى. يعني أنا خلف الكواليس يمكن تكلمت معاك، أكو قنوات كلم قلت لهم والله أنا صراحة منطي كلام الأخوة بالفرات قبلكم، ممكن الأسبوع الوراء بعد أسبوع ما عندي أي مشكلة أطلع معاكم، وأنا واحد من المدربين اللي أحب أنجح البرنامج، لكن هم أحب في بعض الأحيان مو على طول أطلع المرت. أما أقدر قناة على حساب قناة لا، هذا يعني ما عندك كل قنوات أو برامج رياضية من قبلك ضارب كروس ما تطلع في هذه القناة؟ لا، هذا بحث آخر، مثلا أنا العراقي أطلع معهم، مثلا الفرات أطلع معهم، سو ماريا ممكن أطلع معهم، طلعت قنوات حتى جديدة، أكو قنوات طلعت معهم ما عندي مشكلة. بس أكو قنوات مو مكروس، لا أنا بيني وبينهم صارت محاكم فما تقدر تطلع، يعني هاي تلقائية.